سادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. معاكم في برنامجنا فرح الطبيب، والسادة الأطباء خصيصا، لأن ده البرنامج بتاعهم. أهلا بحضراتكم كل يوم ثلاث الساعة 5. أهلا بالسادة الأطباء في برنامجهم، وأهلا بالسادة المشاهدين المهتمين بالصحة. طبعا برنامجنا هو عبارة عن قناة تواصل، قناة تواصل ما بين الطبيب مقدم الخدمة عن طريق أنه بيحكي لنا أفراحه، وما بين أي جهات عايزين نسمعها صوت الأطباء. النهاردة في برنامجنا عايزين نسمع فرحة أحد الأطباء الأعزاء، وهيفرح معاهم معانا أطباء مطروح. معانا النهاردة دكتور أحمد السهاجي، استشاري الجراحة بمستشفى مطروح العام. هنحكي معاه رحلته في الطب من ساعة اختار ليه تخصص الجراحة. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بسيادتك. عايزين بقى نحكي للاطباء فرحه دكتور احمد الشخصيه بتخصص الجراحه، فرحته بالصحه بوجه عام وتقدم الصحه في مصر بشكل خاص عامه. هنحكي الاول ليه دكتور احمد اختار تخصص الجراحه؟ والله انا نشات اصلا في احد قرى محافظه سوهاج في صعيد مصر. والنشأة لينا في البلد، إحساسنا بالطبيب يكون فاعل مباشر للمريض بتاعه. فحرصي إن يعني وأمنيتي من الصغر على أن أكون طبيب يكون جراح. هو دايما في الصعيد، دايما في الصعيد الطبيب ليه قيمة، لسه محتفظ بقيمته. بالتأكيد. بتقل شوية لا. في وجه بحري؟ لا لا، هو برضو موجودة لكن مش بشكل مباشر زي أبناء الصعيد. فأنا تخرجت ونشأت في قرية، يعني كنت ما كانش حد سبقني قبل كده في الحقيقي في كلية الطب، وكنا نتمنى أنا وزملائي وأصدقائي إن احنا نشوف مين هو، وبعدين اكتشفت إن أنا يعني يعني كان حرصنا ان احنا نجد ان الطبيب ونظرتنا في القريه، واثناء دخولنا وحرصنا لكليه الطب بانه الدكتور الجراح عامه بيدخل مباشره في التعامل مع المريض في وقت يشعر فيه المريض دائما بالالم، سواء في حادث تعرض ليه او في الم مبرح يعاني منه. فدكتور الجراح بيتدخل في الوقت ده، ينتزع منه الألم ويؤدي عمل مباشر، وبالتالي يخرج المريض مباشرة بإحساس إن هو حدث تدخل معاه مباشر طبي. ده من منطلق إن الجراحة هو حل فوري، الجراحة تدخل دلوقتي سريع، هيروح دلوقتي. مش زي دكاترة البطنة نفضل المريض مع احترامنا لكل زملائنا في التخصصات المختلفة، لكن ده شعورنا انه كان في الوقت ده انه الدكتور الجراح بيتدخل مباشرة لإنقاذ المريض اللي أمامه، وبالتالي سواء كان متعرض لحادثة معينة أو سواء كان يعاني من مرض معين فيه آلام شديدة، الدكتور الجراح بيتدخل مباشرة ينهي هذه الآلام، ويشعر المريض بعدها بارتياح مباشر مع الطبيب بتاعه. فده أغراني أن أنا أتدخل وأتخصص في الجراحة. احنا هنحسد كده الجماهير في مطروح ان عندهم دكتور زي دكتور احمد. والله لك كل التقدير، وللسادة المشاهدين برضو، وابناء مطروح يعني لهم يعني اعتزاز خاص داخلي. احكي لي بقى افراحك بقسم الجراحه بتاع حضرتك. قسم الجراحه يمكن في مستشفى مرسى مطروح يتميز في المرحله الاخيره، يوجد يعني عدد الاطباء هو قليل بالتاكيد بالنسبه للمحافظات النائيه، لكن جميع الجراحات بتجرى داخل قسم الجراحه في مستشفى مطروح العام. طبعا احنا سعداء بما وصلنا اليه، لان المستشفى مطروح العام ما كانش فيها المنشأ الكبير اللي هو حاليا احنا تحقق وموجودين فيه. قسم العمليات الكبيره اللي موجودين احنا فيها 5 غرف عمليات. 5 غرف عمليات دي كتير. 5 غرف عمليات وغرفتين افاقه. فده برضو شيء رائع بالنسبه لنا.
في ده حاليا. حاليا يعني حاليا اللي ناقص يكمل الفرحه عدد الاطباء ان يبقى اكتر شويه بالتاكيد. طيب باقي الاقسام الخدميه، الاقسام الخدميه اخبرنا ايه؟ وصلنا مرحله رائعه، علشان برضو يعني نذكر الميزات اللي احنا وصلنا لها فعلا في مدينة مطروح. يعني ما كانش عندنا أشعة مقطعية، الحمد لله الأشعة المقطعية متوفرة في المستشفى داخلة. معمل التحاليل موجود به مجموعة من الأجهزة رائعة، بنعمل فيها فيروسات وبنعمل فيها الهرمونات، فده برضو حاجة متقدمة ما كناش وصلنا لها. أفتكر أنه كل التحاليل اللي بتطلب في الطوارئ اللي احنا بنمر بيها في مدينة مرسى مطروح، باعتبار ان احنا مدينة القناة اسمها الصحة والجمال، ومدينة مرسى مطروح هي مدينة الجمال برضه والصحة والجمال. فمدينة مرسى مطروح او مستشفى مرسى مطروح يستمتع حاليا بمرحلة رائعة لم نكن نمر بها قبل كده واحنا موجودين في مدينة مرسى مطروح، لانه منذ تخرجي وانا اعمل في مستشفى مطروح. هي مستشفى مطروح بتخدم كم مريض يعني كتعداد المحافظة؟ تعداد عدد السكان لمحافظة مطروح مش كتير، هو من 177 ل 200 وشوية تقريبا ألف، لكن احنا في الصيف بنصل من مليون ل 2 مليون مصيف. في الصيف ده احنا بقى اللي بنروح مطروح. فحضراتكم تشرفونا يعني. مدينة مرسى مطروح من مليون ل 2 مليون مصيف، التأمين الصحي أو الأمن الصحي بالنسبة لهم يقع على المستشفى مطروح العام. هي تعداد السرير في الأسرة في المستشفى تقريبا كام؟ يعني تقريبا من 500 ل 600 سرير. سرير المستشفى ضخمة. كبير. بس ال 500 600 سرير يكفوا التعداد بتاع أهل البلد الأصليين مطروح. مطروح. لكن في الصيف لما بيوصل العدد لخمس أضعاف وعشر أضعاف اللي هو مليون واتنين مليون دي بنقدر نخدم كل. والله بيبقى مجهود كبير جدا بالنسبة للزملاء والأطباء دون مبالغة. لكن يمكن قسم الجراحة وقسم العظام بيناله النصيب الأوفر من هذا الموضوع الخدمي، لأنه نسبة الحوادث، أولا مدينة مطروح تبعد عن مدينة الإسكندرية 300 كيلو، فالمريض اللي بيقع في لا قدر الله في حادثة معينة أو لظرف طارئ معين هو هيتعالج في مطروح. الملاذ بتاعه الأساسي هو مستشفى مطروح العام. يبقى لازم يكون عندنا المستشفى بتاعتنا متكاملة بالنسبة لخدمات الطوارئ خاصة الحوادث. تمام. طب في التخصصات اللي هي تهمنا في حالات الحوادث زي المخ والاعصاب، زي جراحه القلب والصدر، زي الاوعيه الدمويه، اخبرنا ايه فيهم؟ انا سعيد جدا في الفرحه في الـ في الـ في وفرحان جدا فعلا في الفتره المؤخره دي من شهرين 3-4 توفر لدينا مجموعه من الزملاء في جراحات المخ والاعصاب، ودول افادونا كتير احنا كتخصص الجراحه العامه، خاصة للمرضى حوادث المخ والأعصاب وكحوادث العمود الفقري. بالنسبة لتخصص الأوعية الدموية وتخصص جراحات الصدر والقلب، هم نفرح أكثر طبعا إذا توفروا، وإن شاء الله يتوفروا في الفترة القادمة بالتعاون مع السيد الدكتور وكيل الوزارة عندنا والسيد المحافظ، له باع طويل معنا في الصحة ما في شك. لكن في معهد للقلب وأسطرة القلب، معهد القلب ده يتبع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومقره المنشأ أساسا في مستشفى مطروح العام نفسها. كمان ده في جراحة بيخدم قلب. ده في جراحة قلب. بيخدم جراحات القلب وأسطرة القلب، لكن مش نتمنى أن يكون على طوال الأسبوع، لكن المدير والأخوة الزملاء العاملين في مجال أسطرة القلب يعني هم أصدقاء لي كلهم، واتمنى يعني ان يكون لدينا بعض الاستشاريين جراحه القلب والتخصصات في جراحات الصدر والقلب لخدمه الطوارئ او الحوادث، لخدمه الطوارئ والحوادث دي اهم شيء، لانه المريض يحتاج الى تدخل مباشر وسريع في هذه الحاله، خاصه في حوادث الطرق. المسافه بيننا وبين سيوه حضرتك يعني 315 كيلو، ده مركز داخل المحافظه، مركز داخل المحافظه، داخل المحافظه 315 كيلو. المركز الاخر وهو حدودنا مع ليبيا 215 كيلو من مدينة مطروح لمدينة السلوم، فكل هؤلاء ما يقع من حوادث الطرق مسافة 300 كيلو اسكندرية بتصب على مستشفى مطروح العام. نتمنى أن يتوفر لدينا استشاريين بكفاءة عالية في قسم أسطرة القلب وليكن، لجراحات الصدر والقلب، وكذلك جراحات الأوعية الدموية. عايز تفرح بإيه في المستشفى بقى ككل،
وبرضه هتقول لي المستشفى بتاعتنا اخبارها ايه في التخصصات اللي ناقصه في اغلب المستشفيات اللي على مستوى بلدنا، زي التخدير، الرعايه المركزه، الطوارئ، اخبارنا ايه في التخصصات دي؟ ما فيش شك ان الاقسام كلها تعمل بجديه، ولكن لا ابالغ في الامر، فاحنا هنكون اكثر سعاده طبعا عند ما يتوفر وسائل جذب اعتقد من قبل النقابة ومديرية الشؤون الصحية والمحافظة لجذب أكبر عدد من الأطباء. وسائل جذب زي إيه؟ في مختلف التخصصات. يعني لو تم إنشاء عمارة سكنية وقلنا الطبيب بيأخذ شقة مثلا بحيث ما يتعبش في توفير السكن ليه ولأسرته. يعني المقصود حاجة سكن خاص بالمستشفى ولا عشان الطبيب اللي هو من خارج المطروح، ولا المقصود سكن إسكان، مشروع إسكان شباب الأطباء؟ هو باعتبار أنا أمين عام نقابة الأطباء في مرسى مطروح، فأنا مسؤول عن أطباء الشباب الصغيرين معنويا وكذلك زملائنا الكبار والإخوة الزملاء اللي نرغب مشاركتهم لنا في مدينة مرسى مطروح. بالنسبة للأطباء الشبان الصغيرين اللي هو متخرجين في النيابات، نتمنى أن يتم توفير سكن وعمارة سكنية، وده جاري هذا المشروع لإنشاء عمارة سكنية داخل كردون المستشفى العام. الأطباء الكبار واللي لسه ما قلناش واللي نتمنى ان هم يشاركونا ويحضروا معانا في مدينة مرسى مطروح، نتمنى ان تتوفر لهم عمارة او اتنين. استأذن حضرتك ونكمل كلامنا، هنطلع فاصل وهنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اتفضل. مع دكتور احمد السهاجي استشاري الجراحة بمستشفى مطروح العام. هنرجع نكمل كلامنا عن المستشفى ككل، وايه فرحتنا تكمل لما المستشفى يبقى فيها ايه وايه وايه. كنا اتكلمنا عن معهد القلب عايزين نكمله بتخصص جراحة القلب عشان يخدم في الحوادث. كنا بنتكلم التخصصات العادية كمان اخبارها ايه، التخدير، الطوارئ، الرعاية المركزة. المستشفى كمنشأ يوجد به يعني كل التسهيلات في الحقيقة. كنت عايز اقطع حضرتك ثانية واحدة. اتفضل. كنا عايزين نسأل سؤال للجمهور، سؤال بسيط عشان يبقوا مشاركين معانا، بس ما نبقاش بنتكلم لوحدينا، يبقوا معانا. ايه فضل الحاجة اللي حابب اول ما تدخل مستشفى عام تشوفها؟ تاني، ايه اكتر شيء يسعدك لما تخش المستشفى العام انت محتاج تشوفها؟ هل محتاج تشوف بس الدكتور ولا ابتسامته كمان ولا يجري عليك عشان يخدمك؟ مستنين ردكم على السؤال بتاعنا. معاك يا دكتور احمد، اتفضل بيه. تمام. هو بالنسبة لاستكمال الهيكل الوظيفي لمختلف التخصصات ده مطلوب، لأنه في قصور في مختلف تخصصات بالنسبة للقوى البشرية، لكن كإمكانيات متاحة بالمستشفى العام متوفرة للعمل في مختلف المجالات. ده شيء بيسعدنا كثيرا، هو متوفر، لكن يسعدنا أكثر لما توجد القوى العامة المشاركة. محتاجين نحفز برضه الأطباء. هو تحفيز الأطباء وجذب الأطباء بعدد كافي بمحافظة مرسى مطروح ده مهم أوي. غير كلمة حفز المناطق النائية دي، إيه حوافز تاني وغير توفير السكن؟ إيه تاني حاجة محفزة تستقطب الأطباء إن هم يروحوا أماكن نائية زي مطروح؟ يعني أنا بناشد الجميع لأنه مدينة مطروح مدينة آمنة أولاً. مدينة جميلة فعلا، في الشتاء أجمل من الصيف، مش الصيف فقط. موضوع الإقامة والإعاشة بالمدينة يعني متيسرة للجميع، ده كلام بقوله لهم عن واقع أنا بعيشه. وفي نفس الوقت وجودهم في مدينة مطروح بالعكس هيكون مفيد ليهم جدا ولأسرهم. برضو أدوات الجذب، برضو لو قلنا احنا وفرنا حاجة تاني زي إقامة أجازة مثلا ممكن من المحافظة، من المديرية، ده كان معمول بيها مدفوع الأجر من قبل المديرية والمحافظة للأطباء اللي يرغبوا في التواجد في مدينة مرسى مطروح بحيث ان هم يزوروا أهليهم وأسرهم المشاركة. دي برضو أنا شايف ان ده أسلوب برضو يعني يمكن أن يكون ناجح لجذب أكبر عدد من الأطباء. هيحصل ان شاء الله، هيحصل وهيتوفر الاطباء في كل التخصصات ان شاء الله. بالنسبه بقى لمحافظه مطروح الخدمات الصحيه، ايه يفرحك لما يبقى كمان موجود اكتر من دلوقتي؟ هو هيفرحني وهيفرح كل الاطباء اعتقد معانا، هو وجود نادي للاطباء عامه، ده كترفيه مدير. تقصد للأطباء. انا اقصد الاول هنتكلم عن الصحه والاطباء، احنا ده هو الاساس بتاعنا الاطباء مش هننساهم.
الصحة عامة في المستشفيات المركزية فيها التخصصات الأساسية طبعاً، باطنة، جراحة، أطفال، نساء. وبنقدر نوصل المريض للحالة الجيدة اللي بيها يتنقل للمستشفى العام مطروح لو احتاج الأمر. لو احتاج الأمر. إيه تاني محتاجه المستشفيات المركزية دي يكمل؟ هو جهاز الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي بالنسبه للعام ده مهم قوي، ان شاء الله هيتوفر قريب ان شاء الله. الاشعه المغناطيسيه توفرت ما كانتش موجوده قبل كده، ده حاجه مساعده لينا وكويسه جدا للمريض وللطبيب. برضو استكمال التخصصات اللي فيها العجز زي ما احنا ذكرنا لحضرتك، اللي هي هتتم بتحفيز الاطباء في المناطق النائيه زي مطروح. ده مهم قوي. طيب نرجع بقى لأطباء مطروح. تمام. عايزين بقى نفرح أطباء مطروح، عايزين أخبار حلوة للأطباء. إيه فرح أطباء مطروح؟ أنا شايف أهم نقطتين حضرتك، وفي أشياء كثيرة يعني هم سعداء بيها أكيد دلوقتي. معنا اتصال. اتفضل يا أستاذ حسين. السلام عليكم. أهلا بيك، اتفضل يا أستاذ حسين. زكبر. أهلا بأهالي مطروح الجميلة. أهلا بناس مطروح الحلوة. حضرتك حسين الصاوي. اتفضل حضرتك سؤالك الجميل، ايه اللي ممكن يحفز الاطباء عشان يشتغلوا في المناطق النائيه؟ تمام. هي الدكتور انه يعني ده سؤال رائع، لكن لا بديل انه لازم ينظر الى المناطق النائيه، هي شديده البداوه، لا زالت مناطق بارضه. لا زي انا بتكلم طبعا بعد اذن الدكتور. اتفضل. بتكلم على زي مستشفيات السلوم وبرامي والنجيلة وسيوة. تمام. مناطق يعني يصعب الدكتور يقعد فيها. طبعا بجيب دكتور من وادي النيل، من مناطق فيها كل الخيارات وكل البدائل وعائد وسط أهله عشان يقعد في الصحراء. مستحيل يقعد في الصحراء من غير ما يكون لي تحفيز خاص، لازم يكون لي تحفيز يعني معلوم. كل الناس هتقدم انها تروح تشتغل في المناطق النائية. تمام. إذا كان في تحفيز، لكن ما فيش تحفيز بيروح غصب عنه ويشتغل مكره، ما بيأديش حقه كما ينبغي. هو سيادتك طبيب؟ لا انا رئيس مدينه السلوم. لا اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. الله يعني يبارك. بعاني من هذه المشكله، النقص الحاد في الاطباء بسبب عدم تحفيزهم التحفيز اللي يناسب وجودهم في منطقه. المقصود سيادتك المقصود سيادتك بالتحفيز المادي، ده قصد سيادتك؟ هو اهم ما في الموضوع. انا حفزه مادي، هو يقعد ما يقعد، يقعد في خيمه، يقعد في شقه، يقعد يعني وان كان في شقق، يعني عندنا شقق موجوده. تمام. لكن التحفيز المادي انا ما اقدرش اسوي واحد يشتغل في السلوم او في النجيله او في براني. الدكتور عارف هذه المراكز وعارف مدى شده البداوه فيها، باديه شديده جدا، صحراء قاحله ما فيهاش ولا حاجه، يعني ما فيهاش اي حاجه غير شويه بيوت. لا فالدكتور اللي جاي من وادي النيل ده ازاي يسيب وادي النيل ويسيب الخدمات وابنه في مدارس خاصه وابوه ودكاتره جنب منه وتعليم ممتاز وصحه ممتازه وطرق ممتازه وسيارات، يعني كل المرافق ومرسى مطروح هتبقى احسن وفيها ده كله، كل الخير ده ان شاء الله. مرسى مطروح حضرتك كمدينه ما فيهاش مشكلة، لا أنا ما بتكلمش على مدينة مرسى مطروح. لا اللي حضرتك ذكرتهم، المراكز اللي سيادتك ذكرتها. المراكز الأكثر شديدة البداوة النجيلة وبراني والسلوم وسيوة. الأربع مراكز. لازم ينظر إلى الأطباء فيهم نظرة خاصة، لازم يتعامل معاملة خاصة تماما. إحنا فعلا سعداء بمداخلة سيادتك وصوتك وصل، وإن شاء الله يكون ليه رد فعل إيجابي. بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. نرجع لسيادتك دكتور احمد. اتفضل. طبعا هو يعني واضح انه يعرف لمس الحياه هناك. عايزين نحفز الاطباء في المناطق اللي زي دي عشان تتخدم صحيا كويس. هو التحفيز برضو زي ما انا بقول لحضرتك في جزئيتين، الجزئيه اللي ذكرها الاخ يعني معانا وله كل التقدير في المشاركه، التحفيز المادي بالنسبه للمناطق النائيه. اقطع سيادتك ثانيه، احنا سالنا المشاهدين برضو، نقول السؤال بطريقه ثانيه، كيف يسعد المريض مرضاه؟ الطبيب كيف يسعد الطبيب مرضاه؟ مستنين رد. هو نفس السؤال اللي سالناه من شويه، ايه اللي يفرحك لما تدخل المستشفى العام بتاعتك؟ او كيف يسعد الطبيب مرضاه؟
اتفضل يا دكتور احمد كمل. لو خدنا جزئيتين، وهي الجزئيه الاولى وهي وجود نادي يجمع الاطباء عامه على مستوى الجمهوريه، ده شيء مهم جدا يسعد الاطباء عامه في مطروح وفي خارج مطروح، وده بتخصيص قطعه ارض من قبل السيد المحافظ، دي حته هتكون ممتازه قوي لأن كل المحافظات بها نادي للأطباء في مختلف المحافظات المختلفة. وأنا مع سيادتك لأن ده مش يخدم بس أطباء مطروح، بيخدم كل الجمهورية. المصيفين إنها بنروح برضه هنستغلهم إحنا يعني عندنا يعني إحنا يمكن الحكمة في هذه النقطة إن إحنا عايزين نستغل الأساتذة اللي بيجوا يشرفونا في قافلة طبية لمدن نائية مثل براني والنجيلة والسلوم وسيوة، وفي نفس الوقت نعمل ميتنج كده ودسكشن علمي يعني يستفيد منه الطبيب والمريض. النقطة الثانية جزئية مهمة جدا تفرح الأطباء عامة وأنا منهم، وهو أنه الدراسات العليا المخصصة للأطباء كان وعدنا السيد الوزير السابق دكتور عادل عدوي بأنه كده فعلا بأنه الكلام ده تحقق، ولكنه فعلا على نفقة جهة العمل على نفقة الوزارة شخصيا، وقال أنه أي جامعة ما تنفذش هذا الكلام أنا مسؤول عنها مباشرة، وللأسف هذا لم يحدث حتى الآن. محتاجين بقى تفعيل، نتمنى تفعيل هذا الأمر لأن الطبيب الموجود في سيناء وفي سيوة ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد، دول مناطق بعيدة خالص عن التفاعلات العلميه والمشاركه العلميه اللي هو بيخدم بيها نفسه كايده تمشي كويس وتبقى كويسه ويستفيد بها علميا، وكذلك بالنسبه للمريض اللي هو بدل ما ينتقل من الى مركز لمدينه ومن مدينه الى محافظه، فده ارهاق واجهاد كبير للاسره ومحيطها. نتمنى ان يتوفر القوافل العلميه ومشاركة التفعيل القرار اللي كنا خدناه قبل كده بمشاركة السيد الوزير في دراسات العليا بحيث تبقى مدفوع الأجر من قبل الوزارة وما يتحملهاش الطبيب اللي في المناطق النائية. طبعا أكيد مطروح الجميلة وكلنا بنحبها وهتحكي لنا عن جمالها وتخلي تشد الأطباء يروحوا هناك مطروح. وطبعا اللي حضرتك طلبته الأطباء مطروح ده الأطباء مصر كلها، الطبيب الصغير غير قادر أو مش يعني ميسر إنه يدفع المصاريف للدراسات العليا اللي هي الأساسية ليه، ما ينفعش يشتغل ممارس عام، لازم يبقى متخصص. وبرضو كلمة نادي ده مش بس يفرح أطباء مطروح، دي كل أطباء بيصيفوا في مطروح، فدي طلبات لعموم الأطباء. هل في حاجات أشياء تانية ممكن تفرح أطباء مطروح؟ وبعد كده مش عايزين نقعد ناخدك دايما لمصلحة الأطباء وبس، هتحكي لنا عن أفراحك الشخصية لو ده حاجة تحبها، شخصية مؤثرة في مسار حياتك، بس بعد ما نخلص كلامنا عن ايه تاني يفرح اطباء مطروح. والله هو اكثر يعني الطبيب عامة من ملامستي ومشاركتي ليهم حضرتك، يمكن اكثر حاجة تفرحه في هي الدراسات والعلم، ومنغمس هو ومنكب على هذا الشيء. ويعني كلمات الاستاذ الفاضل فاروق شوشة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاته، فهو الغواص دائما الطبيب صدفاته هي العلمية. فأتمنى لما يبقى في دورات تدريبية فعلا بوزارة الصحة سواء في معهد ناصر وكنا اشتركنا فيها مرات قبل كده، دي موجودة حتى مستشفى الآن الهلال موجودة، بس سيادتك عايز اهتمام بالمناطق النائية، اهتم بالمناطق النائية علشان الطبيب يحس ان هو في وسط زملائه وسط يعني قلعته العلمية. الأطباء ما يحبوا يطلعوا من جو الشغل، بنروح نصيف، بنروح مرسى مطروح، حضرتك بتروح فين؟ انتوا تدونا رحلات بقى. احنا بنيجي القاهرة نحس الناس اللي عايشة فيه. هل طبعا مطروح جميلة، هل في مكان لما تحب تغير جو تطلع بره مطروح تروح فين؟ قلة عدد الأطباء وكسرة عدد المرضى بيخلينا ما نفكرش في الأجانب. كل الأطباء حياتهم الخاصة في مرسى مطروح مش خاصة للأسف، إن هو في الصيف بيجوا الأهالي يصيفوا عامة، ولكن هندخل بيات شتوي داخل المستشفى. طيب ايه الحاجات اللي بتريحك نفسيا في مطروح وغير مطروح؟ هنا في القاهره انت في النيل، ما فيش هناك نيل. ايه اللي بيريحك نفسيا او تحب تبص له او تحب يفكرك بذكريات حلوه او تبقى فرحان وانت في جو معين؟ والله هو لو يعني اتيحت لي الفرصه انه الواحد ياخد اجازه فعلا ده حاجه كويسه قوي، لانه هي امنيه في حد ذاتها الاجازه. لانه ما بنزلش اجازات كتير. شيء تاني ما فيش ما يمنع ان احنا نعمل كنقابه حتى اطباء
لينا، رحلات ترفيهية للأطباء مرسى مطروح، هنعمل لهم رحلات ترفيهية عكسية، يعني رحلات في الإسكندرية، في القاهرة، في البحر الأحمر، في أسوان، الأقصر، يعني دي حاجة مهمة قوي بالنسبة لنا. ده اعرف بلدك برضو، البرنامج يعني القاهرة هنا وزحمتها. دي طبعا ليه جميل، بس ايه في القاهره ممكن تيجي مخصوص عشانه؟ هو عامه يعني اماكن ولا كتير، ولا العلم برضو التدريب، اماكن كتير واولها العلم. اولها العلم. يعني القاهره هنا يعني مركز العلم، احنا عايزين العلم يروح للطبيب. هو ده مهم قوي، ولكن في الحقيقه احنا برضو مدينه القاهره دي بالنسبه لنا يعني شيء في داخلنا ونفوسنا. انا ما اقدرش تعدي شهرين ثلاثه يعني الا ما اخد يعني يومين ثلاثه في القاهره مهما كان فيها من زحام. يعني مرسى مطروح ينقصها جامعه؟ مرسى مطروح دي هتبقى مهمه قوي فيها لو تم توفير جامعه لمدينه مرسى مطروح، لانه المحافظات الاخرى بالكامل التخصصات النادره اللي اتكلمنا عنها، سواء المخ والاعصاب، سواء العمود الفقري، الاوعيه الدمويه، جراحات الصدر والقلب، بتغطيها المستشفيات الجامعيه، وتكاد تكون كل محافظه دلوقتي فيها جامعه او قريبه منها. احنا بالنسبه لنا مطروح الجامعه ملحه وضروره بالنسبه لنا كليه الطب، فالمسافه بعيده قوي، انتقال المريض بيبقى مؤثر على صحته جدا، توقيت حرج. وجود الاساتذه في مدينه مرسى مطروح وكليه الطب هيبقى دي الفرحه الرئيسيه طبعا لكل الاطباء، ما فيش شك، والامنيه اللي بنتمناها كلنا. ان شاء الله نتمنى ان تتوفر هذه الكليه وهذه الجامعه في الحسابات في مختلف التخصصات ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى لبلدنا، الخريطه الصحيه، ايه اللي يفرحك بالصحه في مصر؟ أتمنى شيء مهم قوي على مستوى الدولة. أولا أنا سعيد بالنظام اللي وصلنا له المرحلة الحالية وبناء الدولة الحالي، فده رائع جدا ومطمئن لكل طبيب أو موظف في مكانه. شكل الدولة ما فيش شك أنه هو أصبح حاليا مطمئن لكل مقيم في منزله وماشي في سربه، فده مهم قوي. النقطة الأهم من كده، أتمنى توفير معهد ليكن بدرجة عالية من الأمن الصحي الزراعي والصناعي لكل مواطن، ليقلل عدد المرض المنتشر في الشعب المصري والأمن القومي المصري. فلما يوجد يعني شايف في إشارة من السيد الرئيس الفترة الأخيرة دي رائعة جدا، سلامة الغذاء وامن وسلامه الغذاء، ده رائع جدا. وسلامه الغذاء ده رائع جدا. لما يكون في معهد متخصص انه المياه اللي بنشربها دي الامن بتاعها مستوائي، لما يكون في معهد متخصص لدراسه انواع الاغذيه المختلفه، هل هو مهرمن ولا مش مهرمن، هل هو به مواد كيماويه وما فيهوش مواد كيماويه، هل ده يؤثر على الكلى والكبد قد ايه والاعصاب، ده مهم قوي طبعا. الامن، المعهد، وجود معهد في الدوله يحمي ويؤمن سلامة المواطنين شيء عظيم جدا للبلد والمصر والأمن القومي المصري. أكيد هيسعدنا جميعا أن نحافظ على صحة شعبنا. شعبنا ده أهم شيء. وأنا أؤيد رأي سيادتك دكتور أحمد في قصة معهد للأمن الغذائي. إحنا سعداء فعلا بدكتور أحمد النهاردة. الله يخليك. وكان يوم مختلف، وأنا سعيد جدا بالاتصال اللي جانا من مطروح، وان شاء الله يعني يكون مكالمته دي ليها رد، يعني يكون ليها نتيجه ما تكونش هباء. لا، هو ابناء مطروح على فكره يعني فعالين ونشطين، ولهم باع سياسي واجتماعي بارع فعلا، مش بجاملهم، ظهير مش بجاملهم، لكن دي حقيقه انا لمستها فيه. لا طبعا مصريين مشاركين في الحياه اليوميه. بنشكر حضرتك النهارده، وفعلا كان يوم جميل، واتفضل حضرتك لتنهي معانا الحلقه ووجه الشكر للساده المشاهدين وننهي حلقتنا النهارده بعد كده. اولا انا بشكر سعادتك للدعوه الكريمه والفرصه اللي اتحتوها لي ان انا التقي بالساده المشاهدين على مستوى الجمهوريه في هذا اللقاء، واتمنى دائما التقدم والرخاء للدوله ككل، واستقرار الامن والامان الداخلي والخارجي لمصر ان شاء الله والعالم العربي ككل. أتمنى الصحة تسود رؤوس كل الأصحاء ولا يوجد مرضى. أتمنى أن نشارك في كل وقت
في أي عمل قومي، فكلنا جنود في كل مكان احنا موجودين فيه. نتمنى أن نكون كلنا متعاونين ومشاركين وأداة تنبيه لأي نقاط قصور في أي مجال، على حب وسعادة وترحاب. وأنا بشكر سيادتك على الحلقة الجميلة دي وعلى وجودك معنا النهاردة. بشكر سعادتك وبشكر الاستاف اللي معنا ولهم كل التقدير وكل سنة وانتم طيبين. بشكر دكتور أحمد كان معنا النهاردة، دكتور أحمد السهاجي، ومعاكم دكتور مجدي طلعت، وإلى لقاء جديد الأسبوع القادم إن شاء الله.